اهتمام ترامب بالعراق لنقول أنه ظهر مبكرا من خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت بين السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء العراقي. هذا دليل على أنه العراق سوف يكون جزء من اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة، باعتباره أنه جزء شريك في الشرق الأوسط المشتعل الذي يأتي من وجهة نظري أنه في المرتبة الثانية من اهتمامات ترامب بعد الحرب الروسية الأوكرانية. العراق بما أن من ما يدور في الشرق الأوسط عن طريق هناك أحد الأطراف، هناك فصائل مشتركة بشكل مباشر في الحرب الدائرة، لذلك العراق سوف يكون من اهتمامات الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة بسبب وضع المنطقة في الشرق الأوسط بشكل عام. وإيران هذا المحور كان نشط جدا في الحملة ترامب، وبالتالي لا يمكن أن تتجاهل الإدارة الجديدة منطقة الشرق الأوسط والعراق جزء منها، وإيران هذا المحور كان حاضر بقوة في الانتخابات، وبالتالي سوف يكون له نصيب كبير جدا من الإدارة الأمريكية الجديدة في المرحلة القادمة وربما حتى في بداياتها. فالأحداث السياسية والأمنية الدائرة في المنطقة سوف تتطلب دخول مباشر للإدارة الجديدة فيها منذ توليها. آسف يا نائر المقبل.